كمان هنقابل مرة تانية. النهارده لحد الأمر احنا كنا حابين نوضح موضوع الورقة بشكل عام، الورقة كان فيها مهاراتكم يعني، أنا حضرتك الدكتورة لو في أي حاجة يا ريت يعني تبعتولنا. وناخد كمان نتكلم حوالين التعليم، إيه المشاكل اللي بتواجهه وفين أزماته، وهل نقدر المجتمع المدني والقطاع الخاص يقدر يشارك في الموضوع، بالتالي يقدر يقلل اللود على وزارة المالية والموازنة أو على بشكل عام على الموازنة العامة للدولة، ولا ده يعني ده بند وجود اللي احنا بنتكلم من نشاطها النهارده. عند الامر احنا هنبتدي دلوقتي حالا مع الاستاذه سلمى حسين الوزيره المصريه، هنحاول تشرح لنا بس باور بوينت، وبعد باور بوينت نقدر نكمل اليوم بتاعنا. فيعني ميرسي جدا تاني يا دكتور، وميرسي جدا في حضرتك.